الناس بزاف تهضر تقول كان يحب مشيان، لكن كاين الناس اللي حقيقة يعانيوا من النحافة ويحوسوا على لي كونساي ولا النصائح. كيفاش نقدروا نعاونوهم باش يزيدوا من الوزن تاعهم؟ كيفاش لازم نعرفوا انه انا بالنسبة تاعي التجربة تاعي نقصان الوزن اسهل من زيادة الوزن. يقدر يكون اسهل على خاطر النحافة يقدر يكون عنده مشكل، يعني يقدر يكون مرض راهو مخفي مور هاد النحافة. مثلا واحد كيكون نحيف بزاف وعنده مشاكل في زيادة الوزن، نقول له بروميير شوز، يعني نقولوا هاتين الناس اللي يحبوا يشيانو لو بيلون، دونك لازم نروحوا نعيروا الدم، نديروا التحاليل تاعنا ونشوفوا اذا الجسم تاعنا راهو ما فيه حتى مشكل. خاطر مثلا كاين مشاكل تاع الغدة الدرقية، الغدة الدرقية تقدر تسبب لنا في النحافة وفي الصعوبة في زيادة الوزن. قبل ما تبدا جهان تعطي التفاصيل اكثر، وقتاش نعرف اني نحيف؟ وقتاش نعرف اني عندي وزن راني دخلت في النحافة؟ هي سيغيك يعني سي غولاتيف، يعني كل واحد وشنو هي النحافة عنده. لكن احنا على العموم على بالنا بلي كاين لي ام سي، لانديس دو ماس كوربوريل، درناه في الحلقات اللي سبقوا. يعني نقدروا نحسبوه كيفاش نديروا الوزن تاعنا على الطول تاعنا والسنين. دونك هذاك الرقم اللي يجيك يقدر يخليك تعرف اذا راك نحيف ولا راك سمين، عندك زياده في الوزن ولا راك عادي طبيعي ما عندك حتى مشكل في الوزن. دونك تحكم لو بوا تاعك، دونك الوزن تاعك تقسمه على الطول تاعك والسنين. اوكي دقيقه قال اصبر في التليفون وما تسال، لا ضربوا في روحو، انا ما كنت ما نعرفش. هيا خلاص يعطي لك هذاك لو شيفر هذاك. دونك اذا كان شحال عطاك؟ او بزاف 2070. لا شحال لا لا يجيك رقم، يعني يقدر يجيك 16 17 18 حتى 25 حتى 30، يعني 30 هي السمنه المفرطه. اوكي دونك يقدر يجينا بين 18 و25. كي يجينا اونت 18 و 25 رانا في حاله طبيعيه وعلى الجسم تاعنا راهو الحمد لله عادي. اذا جاك تحت 18 نقدروا نقولوا باللي رانا في نحافه. اوكي هنا هذا الشيء يقدر يعاوننا. لكن ثاني تقدروا يعني في الفيزوال تقدر انت تحس بروحك باللي راك مشيان بزاف، راك حب سمان، يعني ماشي ما فيش اعراض عليا تبان بخير من غير هذا الحساب. تبان رقيق بزاف، ما عندكش العضلات، العظم تاعك يبانوا بزاف. كاين اللي يقول لك تبان مريض في الوجه تاعك بزاف حتى النحافه تمد يعني كولور دو بو ان بو بال الانسان كلهم صفار هكذا. يبانوا فوالا، يبانوا شويه لا كولور تاع مشيه رايحه لصفر، يبانوا عيانين. وثاني الصح يكونوا عيانين، يعني تلقاهم يرقدوا بزاف، نلاحظوا انهم نلقاهم يرقدوا بزاف، يعياو ما يجوا ينوضوا يديروا الحاجه حتى بالسيف. نقولهم فنيانين، لكن تقدر تكون من الأعراض تاع النحافة. كسل.